بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة بنعيد بعيد حلول الروح القدس. والعيد دوت في الحقيقة من الأعياد المهمة جدا في الكنيسة ولينا كإنسان مسيحي. عيد حلول الروح القدس يطلق عليه عيد الخمسين أو عيد البنتيكوستي. وعيد الخمسين ده كان أساساً عيد يهودي بمعنى عيد الحصاد أو عيد البكور، وكان عبارة عن أنه يقعدوا 7 أسابيع بعد ويبدأوا الحصاد. فاليوم الخمسين دوت اللي بيتم فيه الحصاد كل واحد يقدم البكورة بتاعته لربنا. كمان عيد البنتكوستي، بنتكوستي بمعنى الخمسين اللي هي الخمسين يوم. يعني الروح القدس أحبائي بالنسبة لنا هو روح الله. طلعت هرطقات كتيرة جدا على الروح القدس أن هو قوة ومن هو مش ربنا، لكن الكنيسة حطت كده هوت في قانون الإيمان إعلان لينا كلنا لكل إنسان مسيحي أن الروح القدس مساوي للآب والابن في الجوهر. وبنقول كده هوت في قانون الإيمان، نعم نؤمن بالروح القدس. أول حاجة إيه؟ الرب، فهو الله المحيي والمنبسط من الآب. ولأنه هو الله نسجد له ونمجده مع الآب والابن. الروح القدس هو الذي نطق في الأنبياء في العهد القديم، هو الذي أعلن عن كل النبوات على ألسنة الآباء الأنبياء. عشان كده هو الروح القدس بالنسبة لنا له عمل مهم جدا في حياة كل واحد فينا. إحنا نلنا الروح القدس بالمعمودية، ولا يستطيع أحد أن يدخل ملكوت السموات إن لم يولد من الماء والروح. عشان كده كل إنسان مسيحي أول حاجة إعلانه وإيمانه بالمسيح ثم معموديته. لو تقروا كده هو في سفر أعمال الرسل كانوا دايما كده يروح يكرزوا بالمسيح الذي صلب وقام ويجيء من أجل خلاصنا. وبعد ما يؤمنوا بالمسيح ينالوا الروح القدس. ماذا يعطينا الروح القدس؟ إيه أهمية عمل الروح القدس فيا؟ ربنا يسوع المسيح في يوم الصعود قال لتلاميذه وصية مهمة جداً، فاكرينها؟ قال لهم لا تغادروا أورشليم إلى أن تنالوا قوة من الأعالي. والروح القدس حل عليهم في يوم الخمسين دوت لما كانوا كلهم مجتمعين. عشان كده أول حاجة بيديها لنا الروح القدس هي القوة. إيه القوة اللي بيديها لك الروح القدس؟ لا يستطيع. أول حاجة قوة إيمان. الإنسان بيتهز، والعالم النهاردة بيحاول يشككنا في ربنا في كل موقف. ممكن يمر بيك تجربة يقول لك ها فين ربنا بقى، عمال بتصلي وبتصوم وبتحضر قداسات وديك بتمر بتجربة. الروح القدس هو اللي يديك القوة والثبات في الإيمان. عشان كده هو في صلاة مهمة كل شوية لازم نصليها، يا روح الله القدوس اعمل فيا، اعمل فيا، اديني قوة إيمان، اطرد من داخلي كل فكر تشكيك ناحية ربنا، يا روح الله القدوس اعمل فيا. كمان يا أحبائي الروح القدس يدينا قوة صلاة.
قديس بولس كده يقول كده هوت: كذلك الروح يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي من أجله كما ينبغي. إحنا مش عارفين إيه اللي بنصلي المفروض صح، ولكن الروح نفسه، الروح القدس، يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. وكأن الروح القدس بيطلب عني وعنك وعن كل واحد في ضعف. يشفع فينا يعني إيه؟ يعني يطلب عننا، يعني يسند ضعفنا، يدينا قوة عشان نقف ونصلي ونتكلم مع ربنا. كتير ما بنتحارب إن الواحد مش قادر يقوم يصلي، زي عذراء النشيد لما عدى عليها العريس ودخل إيده من القوة، قوة يعني الشباك، الأول قاعد يخبط عليها ويقول لها: افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي، وكأنه بيترجاها أنها تفتح عشان يخش. ربنا بيترجى كل واحد فينا عشان نفتح قلوبنا يخش يسكن فيها. هانذا واقف على الباب، تعمل يا رب؟ أقرع على قلب كل واحد فيه. ربنا عايز يخش جوه حياتك ويقدسه، لكن ساعات الواحد فينا بيتكاسل. فكر كده مع نفسك كم مرة كان مفروض تقف تصلي وتتكلم مع ربنا وقلت: أنا تعبان، أنا مش قادر، أنا ماليش مزاج. ساعتها أطلب من روح الله القدوس إن هو يعينك، وقول له كده: يا روح الله القدوس أعني على الصلاة، أنت بتشفع في أمام الله. كمان يا أحبائي، روح الله يدينا قوة عجيبة، هي قوة غفران. بصوا أحبائي، إذا إنسان أهانك وضايقك وظلمك وأتعبك، صعب قوي إن أنت تسامحه بسهولة، مش كده ولا إيه؟ صعب. إيه اللي يديك القوة ويلاقيك إنسان تاني شايفك بتسامح واحد وهو غلط في حقك؟ تلاميذ هربوا وسابوا المسيح، بطرس أنكر من المسيح، يهوذا خانوا، ومع هذا المسيح سامحهم عشان يعلمنا ويقول لنا: كل ما تطلب من روح ربنا يديك قوة. الغفران مش سهل على طبيعة الإنسان يا أحبائي، لكن لما يعمل روح الله القدوس فيك يبقى سهل. يقول لك: فلان غلط في حقك، قل له: معلش، ربنا يسامحه. يا روح الله القدوس اعمل فيا، اديني قوة غفران، اديني قوة غفران. يقول الكتاب كده هو في الرمية 5: لأن محبة الله قد انسكبت بالروح القدس في قلوبنا. محبة ربنا اللي بتخليك تقدر تسامح وتغفر وتحب وتعطي، كل دي جاية من خلال روح الله القدوس اللي فيك. عشان كده هو كل شوية أطلبه وقول له: يا روح القدوس اعمل فيا، اديني قوة غفران وقوة صلاة وقوة توبة. كمان يا أحبائي، الروح القدس يعطينا الكلمة. يعني يدينا الكلمة، يعني علمنا إزاي نتكلم. في الإنسان فينا بيقف في مواقف كتيرة ما يعرفش يرد. فاكرين نحمية كده هوت لما وقف قدام الملك وقال له: ملك يا نحمية، غضبان كده ليه؟ مكشر ليه في وش الملك؟ ما هذه إلا كآبة قلب؟ عمل إيه نحمية؟ قال كده هوت: فرفعت عيني إلى إله السماء وقلت: يا روح الله القدوس اديني كلمة عند افتتاح فمي. عشان كده الكتاب يقول: لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. الروح يتكلم على لسانك ويخليك تنطق. الروح القدس يعلمنا ازاي نكرز بالمسيح القائم.
الروح القدس يعلمنا ازاي نتكلم عن ربنا بكل قوة بدون خوف. كمان يا احبائي الروح القدس يقودنا للتوبة، قال كده يبكتكم على كل خطيئة. خلي بالك العالم بيحاول يهون الخطية علينا، وأكتر كلمة مشهورة إيه؟ كل الناس بتعمل كده، صح؟ كل الناس بتعمل كده، هجت علي أنا. أيوة، الروح القدس اللي ساكن جواك يبكتك، يقول لك لا كده غلط، أنت أخذت نصيب أخوك، أنت ظلمت أختك. تلاقي روح ربنا بيخبط جواك بقوة كده. عارفين كده هو زي صوت يوحنا لهيرودس هو بيقول له ايه؟ لا يحق لك. فتلاقي في كلمة جواك كده، هو حاجة هتاخدها وتحس انها مش بتاعتك، مش من حقك، فتلاقي الصوت بيقول لك ايه؟ لا، ده مش بتاعك، ده مش من حقك. هو ده روح ربنا اللي جوانا احبائي، يبكتنا على كل خطيئة، لا يحق لك. عشان كده هو كل شوية يقول له يا روح الله القدوس اعمل فيا، اعمل فيا، علمني ازاي اتوب صح واتوب بنقاوة. كمان يا احبائي اخيرا روح الله يعين ضعفنا. يعني يعين ضعفنا، احنا ضعفاء في امور كتيره في حياتنا، كتير ما بنتعرض لحروب من عدو الخير، وانا انسان ضعيف، اطلب منه قل له يا روح الله قويني واسندني. اوعى تسيب نفسك. دانيال وهو داخل جوه جب الاسود كانش عارف ايه اللي هيحصل، لكن نده على روح الله، قال له يا روح الله اديني قوة، أعن ضعفي عشان ما تهزش لا قدام الأسود ولا الفتية الثلاثة قدام أتون النار ولا استفانوس قدام الحجارة اللي هيترجم بيها. العكس، لأن استفانوس واقف قال لهم ادوني فرصة بس أقول لكم، وعظهم وعظة أخذ لهم كده هوت من أول اختيار الله لإبراهيم حتى مجيء الله الخلاص كله، وقال له يا روح الله اسندني في ضعفي. عشان كده اتفتحت السماء وشاف مجد الله، ساعتها قال أنا مستعد يا الله. في كل مرة تقف تصلي اطلب روح ربنا يسندك، في كل مرة تبقى في تجربة قل للروح ربنا يسندك، في كل مرة تبقى رايح تتكلم عن ربنا اطلب روح ربنا يسندك. روح الله القدوس يعين ضعفنا يا أحبائي، يعين ضعفنا. عشان كده هوت الكنيسة خصصت ساعة من صلوات الأجبية عشان نخاطر نصلي إلى أكنوم الروح القدس. نقول له كده روحك القدوس يا رب جدده في أحشائنا، هلما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنس كل خطية. اهتم قوي انك انت خلال الأيام اللي جاية دي تصلي صلاة الساعة الثالثة، خدوا تدريب ليكم كده، لأن روح الله يعين ضعفنا. كل سنة وانتم طيبين، قوة وعمل الروح القدس تكون في كل واحد فينا وفي كل بيت وفي كل كنيسة وفي كل خدمة، وتكون في بلدنا وفي العالم كله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد، آمين.